تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تتواصل عمليات فرز الأصوات في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، وذكرت وسائل إعلام كردية نقلا عن المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 76% قبل ساعة من الموعد المحدد لإغلاق مراكز الاقتراع، وكانت المفوضية قد مددت فترة التصويت ساعة إضافية في كل المناطق التي شملها الاستفتاء عدا محافظة كركوك. قتل وأصيب 14 فردا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في معارك في محافظة تعز بحسب ما أعلنت قوات الجيش الوطني. ونقل موقع الجيش عن مصادر ميدانية قولها إن 6 من أفراد الميليشيا الانقلابية لقوا حتفهم وجرح 8 آخرون في معارك اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا بجبهة الشقب في مديرية صبر شرقي تعز. أكد الملك عبد الله الثاني أن الأزمة المالية في الأردن تعود إلى الأزمات التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى زيادة عدد السكان بنسبة 20%. وقال خلال زيارة ميدانية لأحد معسكرات الجيش الأردني إن العالم مقصر مع الأردن، فاللاجئون يستنزفون ربع موازنة الدولة سنويا، ولا توجد دولة في العالم تنفق ربع موازنتها على اللاجئين كما يفعل الأردن، مؤكدا أن الأردن قادر على حماية حدوده مع سوريا. حركت كوريا الشمالية طائرات وعززت دفاعاتها على الساحل الشرقي بعدما أرسلت الولايات المتحدة قاذفات B-1B إلى شبه الجزيرة الكورية في مطلع الأسبوع. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية بأن الولايات المتحدة كشفت مسار رحلة القاذفات عن عمد، لأن كوريا الشمالية لم تكن على علم فيما يبدو. حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء الكوليرا في مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، وقالت المنظمة إن اللاجئين محرومون من المياه العذبة والتجهيزات الصحية الأساسية، إذ عولجت نحو 4500 شخص عولجوا لإصابتهم بالإسهال خلال الشهر، فيما تم تلقيح 80,000 طفل للوقاية من الحصبة وشلل الأطفال. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه من المتوقع يتحول الإعصار ماريا إلى عاصفة مدارية مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد. وأشار المركز ومقره ميامي إلى أنه من المتوقع يتأثر بالإعصار معظم الساحل الشرقي الأمريكي من فلوريدا حتى جنوب منطقة نيو إنجلاند بحسب وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز، في أمان الله. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.